نجاح أعمال هذه الثوار باعتبارها مناسبة تنظيمية سنوية منصوص عليها في أنظمتنا الأساسية والتأخيرية. فلقد كنا حريصين منذ المؤتمر السادس للحزب في سنة 2017 على أن يكون التجمع الوطني للأحرار مؤسسة للحكامة الجيدة والتدبير العقلاني المبني على الوضوح في رؤيتي والتصور. اليوم الحزب سيعقد المجلس الوطني ديالو، يعني في الوقت ديالو اللي كما كان مبرمج، والهيئات ديال الحزب كلها كتشتغل ضمن هذا يعني البرنامج ديال العمل ديال الحزب. مرحلة مهمة جدا لان هي تقريبا نصف الولاية اللي كيعيشها الحزب في هذه التجربة ديالو اللي موجود على ثلاثة ديال الأصعدة: الصعيد الحكومة وكيدبر الحكومة، على الصعيد ديال البرلمان عنده فريق برلماني يعني كبير، وعلى الصعيد ديال يعني تدبير الشأن المحلي على صعيد الجماعات الترابية. فمرحلة مهمة اللي يعني النظر والتقييم ديال هاد الأوراش وهذا العمل اللي قام لحد الآن على هاد الثلاثة ديال الأصعدة، واللي شفنا فيه كانت إصلاحات جد مهمة بالنسبة للمحاور اللي خدا فيها يعني التزامات مع المواطنين، واللي هذا يعني زيادة على الإصلاحات اللي كانت تنزيل أوراق وتنزيل يعني مشاريع على الميدان. وكان كذلك واحد العمل جد مهم ديال التنسيق على صعيد يعني الحزب باش تكون التقائية ديال العمل الحكومي مع تنزيل سياسة العمومية على الصعيد المحلي مع يعني المدبرين ديال الشأن المحلي من المستشارين الرؤساء. وكانت كذلك مرحلة مهمة على الصعيد يعني التشريعي. واليوم هذه المرحلة المقبلة إن شاء الله هي مرحلة مهمة جدا، واللي غادي تكون فيها هذه المقاربة ديال العمل لأجل يعني أولا باش نكملوا ذاك الشيء اللي كان في البرنامج الحكومي والالتزامات مع المواطنين، وثانيا طبعا الاستعداد للتكملة يعني تتمة ديال هذا يعني الولاية. والحزب يعني في واحد الدينامية اللي هي جد مهمة، دينامية على الصعيد ديال كل يعني الأجهزة ديالو. و يعني الحزب كيقود أول مرة هذه التجربة ديال الحكومة والتدبير ديال الشأن المحلي بهذه الكثافة. النتائج يعني هي مهمة جدا، ورغم هذه الظرفية الكبيرة والصعبة اللي جا فيها الحزب ثلاث سنوات، ومنذ السنة الأولى عندنا جفاف وعندنا يعني تضخم، ورغم هذه الإشكالية الحزب عرف كيفاش يدبر الأزمة وكيفاش يدبر الظرفية وكيفاش ينزل المشاريع المهيكلة وكيفاش يستمر في الالتزامات ديالو باش يحقق الاستثمارات لأجل يعني الإقلاع الاقتصادي اللي كان ضروري منه من بعد هذا الشيء ديال كورونا. ياسمين المغور، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الأحرار، كما لاحظتوا اليوم التجمع الوطني الأحرار كيعقد الدورة العادية ديال المجلس الوطني ديالو في واحد الأجواء اللي هي حماسية، في واحد الأجواء اللي هي أخوية، وكذلك هي مناسبة في صلة الرحيم بين المناضلات والمناضلين في جميع الجهات والأقاليم اللي كيلتئموا في هذا البرلمان ديال الحزب، واللي هي مناسبة في أننا نستعرضوا الحصيلة المتميزة والإيجابية ديال الحكومة، خاصة وحنا على مشارف إتمام نصف الولاية الحكومية، وهي مناسبة فاش نتمنوا الجدية ديال هذه الحكومة والشجاعة ديالها في اتخاذ مجموعة من القرارات. كنتكلموا على مجموعة من الملفات الحاسمة والحارقة واللي كانت حبيسة الرفوف لسنوات عديدة. كنتكلموا اليوم على الورش المالكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية اللي اليوم الحكومة كتقوم بالتنزيل ديالو على أحسن وجه. كنتكلموا على الثورة في إصلاح المنظومة ديال التعليم وديال الصحة، وكذلك في المنظومة ديال التشغيل اللي هي حقيقة كتحظى بواحد أهمية كبيرة، خاصة حنا شباب كندافعوا على الشباب، وأكثر حاجة اليوم في حاجة إليها الشباب المغربي هو الشغل. أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي
اليوم التجمع الوطني الاحرار كيف ما شفتوا هذه الدوره العاديه ديالو كانت مناسبه اننا نزيدوا ناكدوا على الاعتزاز ديالنا والافتخار ديالنا بهذا التنظيم الحزبي اللي اليوم حاضر بقوه في الميدان. هذا التنظيم الحزبي اللي اليوم وجا وقطع مع الموسميه ومع الدكاكين الحزبيه والسياسيه منذ الديناميه اللي كان طلقها الاخ الرئيس عز اخنوش بالاضافه الى اعضاء المكتب السياسي وقياده الحزب منذ سنه 2016 بوزنيقه. هذه فرصه اننا نتمنوا ونحيوا عاليا الهياكل ديال الحزب على التواصل ديالها الدائم وعلى الحضور ديالها الدائم ما بين الزعامات والقواعد. هذا الحضور كيتجلى في مجموعه من الانشطه اللي كتقام على مستوى الجهات والاقاليم سواء مع القيادات الحزبيه والوزراء ولا سواء مع المنسقين الاقليميين ومحليين والبرلمانيين اللي هما دائم التواصل مع المواطنين وكذلك مع المناضلين ديال الحزب. وهي تجربه حقيقه اللي حنا كشباب كنحيوها وكنعتزوا بها خاصه انه الحزب اللي عطى الشباب المكانه ديالو بعيدا على تلك الفتره اللي كانوا كيحصروا فيها شباب فقط في ديك الفتره ديال 15 يوم قبل الحمله الانتخابيه فين كانوا كيفرقوا الشباب الوراق ديال الانتخابات الى اخره. هادشي ماشي هو اشراك الشباب في السياسه. اليوم التجمع الوطني الاحرار برهن انه الشباب عنده الفرصه ديالو عنده الكلمه ديالو. اليوم الشباب كيساهموا في اتخاذ القرار. اليوم الحزب كيتوفر على ازيد من 3000 منتخب ومنتخبه شاب وهادشي ما كيبعث الا بالافتخار. وكنجدوا كذلك التحيات للقياده ديال الحزب الزعامات ديال الحزب على الحضور ديالها الميداني الكثيف وهذه واخا من 2016 دابا ولكن ان شاء الله ما هذه الا بدايه ديال التالق اكثر لانه الصداره تليق بالتجمع الوطني الاحرار. كان هذا الاجتماع ديال المجلس الوطني للتجمع الوطني الاحرار هو اجتماع في دورة عادية. هذه مناسبة للتأكيد على تشبث التجمع الوطني الأحرار باحترام كل مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ثم باحترام كل المواعيد وكل الترتيبات المؤسسية. المؤتمرات العادية التي تتم في موعدها، المؤتمرات الاستثنائية تنعقد، المجلس الوطني ينعقد في دورة عادية، المكتب السياسي للتجمع الوطني الأحرار ينعقد بشكل دوري وعادي. هذا للتأكيد على أن التجمع الوطني الأحرار وفاء لما التزم به يتشبت بممارسة سياسية عادية مؤسسية تقوم على احترام دورية الاجتماعات الهيكلية، يقوم على إشراك مناضلاته ومناضله في اتخاذ القرارات والتوصيات الضرورية لتجويد مساهمة الحزب في الحياة السياسية وفي الحياة العامة للبلاد. اليوم محطة جديدة من المحطات التنظيمية اللي كينظمها حزب التجمع الوطني الأحرار. حنا معلم موعد مع برلمان الحزب مع المجلس الوطني في دورته العادية. هذه الفرصة اللي غادي تكون مناسبة بالإنصات للعرض السياسي اللي غادي يقدمه الأخ الرئيس عزيز أخنوش اللي أكيد أنه غادي يحمل أولا مواقف ديال الحزب فيما يتعلق بمجموعة من القضايا ذات الطابع الوطني وكذلك ذات الطابع الدولي، وفرصة كذلك باش نشيدوا بالتدبير ديال الحزب سواء التدبير المالي التدبير الإداري ديال حزب التجمع الوطني الأحرار وهذا الشيء اللي شدت به مؤسسات دستورية، وكذلك فرصة باش نطلعوا على أين وصلنا في الالتزامات ديالنا مع المواطنات والمواطنين. وعندنا المغاربة سنة 2021 بتغيير المفهوم ديال السياسة باش يبقى الحزب مفتوح المقرات ديالو مفتوحة في مختلف المناطق. 20 تنظيم موازي اللي كيشتغلوا اليوم مع المواطنات والمواطنين في مختلف مناطق المملكة. يلا سالينا واحد الجولة ديال المنتخبات والمنتخبين المنتديات الجهوية اللي استطعنا أننا نستمع فيها لأزيد من 10,000 منتخب ومنتخب باش نصلحوا الأعطاب ديال الجامعات الترابية والغرف المهنية. هذه كذلك فرصة وحنا على مشاريف منتصف الولاية باش نأكدوا على أنه استطعنا لحد كبير الوفاء بالالتزامات فيما يتعلق بتفعيل وتكريس وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. الدعم الاجتماعي المباشر اليوم كيوصل لأزيد من 3 ملايين مغربي ومغربي. الاشكالات ديال التعليم اللي كانت متوارثه اليوم تفكات. هذاك الاشكال اللي كنا تكلمنا عليه في الوعود ديالنا الانتخابيه فيما يتعلق بان المسار ديال الاستاذ خصو يبدا ما يبقاش ب 4800 درهم. اليوم راه كنتكلموا على بدايه المسار ديال 4600 درهم. الاشكالات ديال الصحه اليوم نتحدث على منظومه صحيه جهويه اللي غيكون فيها السياشيو اللي غيكون فيها المستشفى الجامعي هو اللي كيدبر القطاع ديال الصحه على مستوى الجهوي. اليوم كنتكلموا على ثلاثه
المستشفيات الجهويه اللي تم الاطلاق ديالها، ثلاثه الكليات ديال الطب جديده باش تكون عندنا تغطيه على المستوى الوطني. اذا هادو كلهم اشكالات بالاضافه الى اشكالات ديال السياسه المائيه خاصه في ظل هذه الظروف الجفاف. اذا هذه فرصه داخل التجمع الوطني الاحرار باش نتكلموا على المنجزات، باش نتكلموا على ما ينتظرنا خلال السنتين المقبلتين، باش نتوقعوا بشكل كبير في المشهد السياسي وتكون المكانه ديال التجمع الوطني الاحرار كما يستحق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.